مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. حليب 1 لتر 5 كوب حليب كامل الدسم، بنحرك حتى يغلي، تحريك باستمرار على حرارة متوسطة. عند الغلي بنوضع 3 معالق خل كبيرة 22 جرام، تقريبا دقيقتين بياخد أو حتى يفصل الحليب يصير مثل الجبن. هيك بنصفي الماء نفصل بياض البيض عن الصفار، ممكن نفصله بإيدنا أو بالأداة متخصصة لفصل البيض. هذا مع الجبن الصفار بنوضعه والبياض بنخفقه، نخفق البياض حتى يتماسك جيد هيك متماسك. لو قلبنا الوعاء ما بصير فيه أي إشي، ضل متماسك، لكن أنتوا لا تعملوا هيك، المهم يكون متماسك. الرجاء إذا أعجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس. صفار البيض والجبن نوضع قليل من الملح، نوضع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ممكن نوضع أي نوع توابل أو أعشاب، نخفق حتى يكون متجانس أو كريمي. نوضع بياض البيض وبنقلب من تحت لفوق من تحت لفوق بهدوء حتى يتجانس مثل ما انتو شايفين، مثل هيك هيك جاهز. نوضعه بالقمع او ممكن مباشر نوضعه بالمعلقة على الصينية، يعني ما في داعي للقمع. الزينة ممكن نوضع سمسم او حبة سودا او اي نوع توابل، ممكن نوضع زعتر كمان. نوضعه هيك بالفرن على حرارة 180 درجة مئوية من فوق ومن تحت بالرف الأوسط، والمدة حسب نوع الفرن لازم انتو تراقبوها. هيك أصبح جاهز مثل ما انتو شايفين، هو كتير روعة وبينفع للكيتو لمرضى السكري. انتظرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.